أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين
لله ملك السماوات والأرض بسم الله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم you
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي كفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا توفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم.
صدق الله العظيم. أيها الأبناء الأعلى، أسمع حضرتكم زميلكم الأعلى في الإفرادي قبيلة القارئ الشيخ محمود جلال السنوري قارئ القرآن الكريم وعضو إقامة الإقامة جمهورية مصر العربية والمقيم المعروف بنفسها هذه البلدة العابرة ستقسم الإسراد كالمقام وكبرى مخازن الفرس الحديثة والمعرض الفردي ومحلات ومخازن الحاج عبد المنعم زغزوغ المقيم بيتين بر. حضرة السادة المعازين الكرام، شكر الله سعيكم الجميع.